هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بأبرز وأهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أهمها إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة نظمت احتفالية لعدد من ذوي الهمم بالتعاون مع محافظة الغربية، وتم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية. أيضا وزارة الداخلية بتواصل فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معاك في كل مكان، وده لتوزيع مساعدات عينية على الفئات الأولى بالرعاية في عدة محافظات. خلينا نتابع التفاصيل. أخبار وأحداث مهمة حصلت امبارح، منها أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية بالمركز الثقافي بطنطا للأبناء من ذوي الهمم خلال تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية. تضمنت الاحتفالية فقرات فنية قدمها عدد من الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار أسري ومناخ زاده المحبة والاعتزاز بين القوات المسلحة والأبناء من ذوي الهمم، وتم تكريم الأبناء وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية على الفئات الأولى بالرعاية في عدة محافظات بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. امبارح استقبل معرض ديارنا لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية مصر بتتكلم حرفي بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي استقبل الزوار، وهتستمر فعالياته لحد يوم 4 سبتمبر المقبل، وبيتم تقسيم فترة العرض على 4 فترات متتالية، كل فترة 14 يوم يتم خلالها التنوع في المنتجات وفي بعض العارضين، وده في إطار تقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين. وبالنسبة لأخبار المحافظات، في الأقصر تم الانتهاء من 165 مشروع تنموي بنسبة تنفيذ 100% ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي اسكندرية بدأ تفعيل الدفع الإلكتروني لخدمات شركة الصرف الصحي. أما في جامعة العريش فتم تخصيص 20 منحة دراسية للباحثين من أبناء سيناء في محافظة الغربية. تم الانتهاء من أعمال تطوير ميدان المحكمة بكفر الزيات بتكلفة 4,700,000 جنيه. تفاصيل أكتر هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتيرة. في الأقصر أعلن جهاز التعمير أنه تم إنهاء ما يزيد عن 165 مشروع بنسب تنفيذ 100%، وتضمنت 13 مجمع خدمات للمواطنين و13 مجمع خدمات زراعية و9 مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب و37 مشروع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب و14 مشروع إحلال وتجديد للكباري وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية. في سوهاج أعلنت المحافظة أن إجمالي كميات الأقماح اللي تم توريدها بالشوان والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 129,258 طن قمح منذ بدء موسم التوريد، وده وسط انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات، وبلغت مساحات القمح المنزرعة هذا العام 174,816 فدان بمختلف مراكز سوهاج. في الإسكندرية أعلنت شركة الصرف الصحي عن تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للمديونات المستحقة لدى المتعاملين مع الشركة، وده من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني وخدمات شبكة ميزة سواء محفظة إلكترونية أو كروت مسبقة الدفع. في الأليوبية أعلنت المحافظة أن مبادرة 100 يوم صحة قدمت خدمات طبية ل 406,264 مواطن ما بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفق الدولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية. في شمال سيناء خصصت جامعة العريش 20 منحة دراسية لدراسة الماجستير لباحثين من أبناء سيناء بالتعاون مع جامعة بنها، وده بواقع منحتين في مجال العلوم الطبية وثلاث منح في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية وأربع منح في مجال العلوم الزراعية والبيطرية وأربع منح أخرى في مجال العلوم الأساسية وسبع منح في مجال العلوم الإنسانية.
في البحر الأحمر تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها الشهرية خلال يوليو الجاري بالكشف الطبي على أهالي قرية الحويطات بسفاجة النهاردة وبكرة مع صرف العلاج بالمجان، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر. في الغربية انتهت المحافظة من أعمال توسعة وتطوير ورصف ميدان المحكمة بمدينة كفر الزيات بإجمالي تكلفة 4.7 مليون جنيه، وده ضمن خطة المحافظة لتوسعة وتطوير مداخل المدن، وشملت أعمال التطوير إزالة كافة التعديات الموجودة داخل الميدان وتوسعته من خلال إضافة حارات مرورية جديدة ساهمت في تحقيق سيولة مرورية بمدخل المدينة والقضاء على تكدس السيارات في أوقات الذروة. في الوادي الجديد أكدت مديرية الطب البيطري أن فرق التحصين البيطري انتهت من تحصين 20,354 رأس ماشية على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الأول من عمل حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع. الحملة بتستهدف تحصين الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض الوبائية.